دراري خليكم غير هنا باش ناخذو كاملين. إذن متابعين قناة شوف تي في، نجدد بكم الترحاب مباشرة من أمام مسجد نقل جثمان الراحلة إلى دار البقاء الأستاذة والفنانة الكبيرة زهور المعمري، والتي سيتم دفنها بعد قليل بمقبرة الشهداء. الفنانة زهور المعمري. دخل صاحبي. إذن كما كتشاهدوا معنا متابعينا، فغنتنقلوا صوب مقبرة الشهداء من أجل عملية دفن المرحومة رحمها الله. انا بغيت نشتري محمد، عندي ما إن أنا ظهر العمري. أخي. إذن متابعينا كما كتشاهدوا معنا، فنقل جثمان المرحومة الفنانة قديرة زهير سعاد المعمري، نعتذر، اللي كنطلبوا وليها الرحمة والمغفرة.
هنا انا ظهر نمرة لا شكيتي لا شكيتي انا خليكم تاخذوا لي فلو على خاطركم. مرحبا. إذن متابعين قناة شوف تي في كما كتشاهدوا معنا، فمرحوم رحمه الله كانت إنسانة طيبة بشهادة الجميع، جميع الناس اللي رافقوا في المسار ديال المهني، الجيران الأهل والأحباب، الكل يقول الكلمة الطيبة، ونحن بدورنا نبلغ العائلة والأسرة والساحة الفنية التعازي بوفاة هذا الهرم من أهرام السينما والمسرح. وهنا تحية من رجال القوات المساعدة انا رجع ماشي مشكل، انا ديجا لايف ماشي مشكل. إذن متابعين قناة شوف تي في كنا معكم مباشرة من أمام مقبرة الشهداء، ما عسانا إلا أن نجدد الدعوات بالرحمة والمغفرة لفنانتنا القديرة
والله يوسع على داعق القبور، والله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. على امل اللقاء بكم في قادم الاحداث، نستودعكم الله الذي لا شاذع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.